يا اخي احنا قريبين جدا على الزراعه، قريبه جدا على النظام، قريبه جدا جدا. يعني في مخاطر، امبارح حرق زرع، قبل ايام الفلاحه ذبح ناس، هوسه شوفيريه ماتت، يعني وسنرجع نخسر. احنا عم نزرع مشان نعيش. نحن هالسنه حصدنا الاراضي طبعا قبل الموسم حصادها بتقريبا 10 ايام، لانه الزرع لحد الان ما يعني رطب، عم نحصده لانه صار في خطوره كثير على الزرع، الحرائق وغير هيك. الاسعار والله الاسعار متدنيه كثير. بالنسبه للاسعار اليوم يعني نحن اخذناه ب 510، هاليوم نحن عم نسلمه الكويس النوع الاول ب 320 310. طبعا يعني هذا الشيء ضد المزارع، والمزارعين كثير يا حرام، يعني في منهم قسم كبير خسر، وفي منهم احترقت اراضيهم، وفي نسبة كبيرة ما راح تزرع يعني السنة الجاية إذا ظل الوضع هيك. فنتمنى من الحكومة يعني إنه تدعم المزارعين، لأنه هذا الموسم يعني موسم يعني مثل ما بيقولوا استراتيجي للمنطقة يعني. فبتمنى ياخذوا بعين الاعتبار الفلاح والخطورة والمشاكل اللي عم بيعاني منها ويحطوها على محمل الجد يعني. الزراعة سلمتنا الحنطة ب 510 و500 الطري، بدأت تستلمها ب 320. نحن الدنيا مكلفنا شيء 110 لحد هلا، من عدا الحصاد ومن عدا النقل ومن عدا العذاب. يعني الدنيا بده يخسر خير الله هيك، وكل العالم خسرت. وبهالحريق هذا في ناس ما ضل عندها ولا سبلي، سماده بالدين وبدوره بالدين، ومنين بدها تأدي الله اعلم. الحمد لله على كل حال. اي والله كأول السنه طلوع الزرع كان ممتاز، ولحد هلا ممتاز لحد امبارحه، وكل يوم مبسوطين والعالم مستناه هالوقت. وامبارحه والله يعني هنا عم بيضربوا على العالم، والعالم عم بتطفي وعم بيضربوا قذائف كمان. اخوي نحن عم نعاني كثير بالنسبه للزراعه. السنه المحاصيل ما انتجت معنا، والاسعار ميته بالمره. يعني احسن دلم قطع عنا 300 كيلو، نحن مكلفنا يوم الدلم 125 دولار. بالنسبه 300 كيلو يعني مكسور بكل مزارع اقل شيء 60 دولار لل 50 دولار بالنسبه للسنه للدلم. وعم نعاني اكثر شيء هلا الجيش صار يضربنا بالوقت الحالي. يعني امبارح تخيل راح لنا فوق ال 1500 دلم حرق. لا حول ولا قوه الا بالله. وايش بدي احكي لك اكثر من هيك؟ السماد غالي، المازوت غالي، اجار النقل غالي، حصادات غاليه. يعني شيء ما عم يوفي معنا نهائيا. وقت المفوت على الاراضي بنخاف امرار بيصير بيضربها جوا، لان مناطق قريبه عليه بيصير بيضرب امرار بالرشاش او البارودي حسب. ما في اتفاق مع هذا الظالم الضاغي بشار الاسد، ما في اي اتفاق بالنسبه لهالموضوع هذا. كل شيء واحد يقول لك انه في اتفاقيه، هالحكي مو مزبوط، لان هلا الجيش ما بتعرف باي انسان يضربنا، ولا حول ولا قوه. شو طالبيننا يا اخي؟ هلا احنا عم نحصد بالغاب، والموضوع يعني فيه مخاطرة، يعني العالم كلها مخاطرة بأمواله، عم تزرع وتحصد. وامبارح انحرق كتير زرع، وإجتنا التسعيرة أسعار قليلة جدا. يعني كل المزارعين بدون استثناء خسرانين، بدون استثناء كل شيء مزارع خسران، لأنه مكلف الدلم 125 دولار، عم يجي 250 كيلو، يوم حقه 75 دولار. إيه بنتمنى من الحكومة يرجعوا يرفعون السعر. معلم الدلم كلفنا نحن هون بالمنطقة 125 دولار. نحن 125 دولار كلفنا الدلم. طالع 300 لل 250 كيلو لل 200 كيلو وانت حسبها. نص القيمة. نص القيمة، يعني خسارة المزارع كل سنة النص بالنسبة للوقت الحالي، من عدد الضرب، قلت لك القصف، وبأي دقيقة معرضين للخطر احنا، لأن هذا النظام خلفنا، شايف أنت بعينك، أمتار قليلة بيناتنا النظام. العالم زارع شعير، الشعير 250 ليرة دولار. الحنطة يعني الحنطة ثلاث أرباع هون طرية، الطرية ما عم تاخذ يعني أولى ثانية، ثالثة رابعة 280 290. حجي والله من قلة العمل، فرص عمل ما عندنا غير هي زراعة. لا عندنا معامل، لا عندنا شغلة، ما عندنا غير أملنا بالله وهالزراعة. وليك النظام قديش بعيد عنا، تفرج على البشر كيف عم تغامر، بأي لحظة لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتعرف إيمتى تجينا القذيفة، والحياة صعبة كثير. يفرجها الله علينا وعليكم يا رب.